بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الشيخ أحمد الكبيسي هدانا الله إياه لكل خير وعفى الله عنا وعنه، تحدث عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الذي نريد أن نقوله في الجزئية المعينة، قال بوضوح بجلاء أنه يفقه هو في حديثه عن معاوية أنه لابد من موالاة أحد اثنين، إما أن توالي عليا فتكون بذلك عدوا لمعاوية، أو أن توالي معاوية فتكون عدوا لعلي. وهذا الفهم غير صحيح وغير سقيم وغير مقبول، بل هو فهم سقيم مع إجلالنا للشيخ في نفسه، فنحن نتكلم عن القضية لا عن الشيخ. ولا بد من حفظ أعراض الناس، وليس لنا سبيل إلى عرض الشيخ ولا إلى غيره، وعندنا من الذنوب ما يجعلنا نسعى نقضي أعمارنا في تكفيرها لا في زيادتها. أما القضية التي نقول إن الشيخ فهقها خطأ محض، وهو أن العداوة قسمان: عداوة في الملة والدين، وعداوة في أمور الدنيا، أو قل خصومة في أمور الدنيا. فالذي كان بين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد الأربعة الراشدين بالإجماع، وصير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقامه في الأمة عظيم، كما أن معاوية صحابي لكنه لا يرقى إلى منزلة علي بإجماع الأمة، لا يرقى معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى منزلة علي بإجماع الأمة، وهذا مما لا اختلاف فيه. لكن الخصومة بينهما كانت خصومة سياسية، خصومة دنيوية، والخصومة السياسية الدنيوية إذا كل منهما تبنى أمرا ليست خصومة في المعتقد في الدين، فكل من معاوية وعلي، كل من علي ومعاوية يؤمن بالله ورسوله وباليوم الآخر وبالإسلام دينا، وجاهد في سبيل الله سواء بنفسه أو بماله أو بأمره. كل منهم في عهد معاوية كان من الفتوحات ما كان، الفتوحات العظيمة، وعلي أبرز وأجل من حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان. فالعداوة التي بينهما ليست عداوة في الدين، إذا كانت العداوة في الدين يصبح الفهم الذي فهمه الشيخ أحمد الكبيسي صحيحا، فأنت لا يصح لك أن توالي يهوديا يقول إن عزير ابن الله، ولا أن تحب وتوالي نصرانيا يقول إن المسيح ابن الله، لكنك قد يكون بينك وبين أخيك خصومة، فصالح وعبد الرحمن الآن في اللقاء، لو قدر الله حصلت بيننا خصومة، ليس كل متابع لنا مجبر على أن يتولى أحدنا، يمكن لو أن يحبك ويحبني. وأقرب الصور حتى تظهر المسألة أن الفتى والفتاة قد يبتلى بخصومة بين أبيه وأمه، فليس حبه لأبيه بمعنى أنه تبرأ من أمه، وليس حبه لأمه يلزم أن يتبرأ لأبيه، لأن الخصومة هذه نزاع في دائرة العائلة. كذلك النزاع الذي كان حاصلا بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنما كان نزاع في هذه الدائرة، كان نزاعا في هذه الدائرة، ولم يكن نزاعا في المعتقد، ولم يكن نزاعا في المعتقد. كان علي يؤمن أنه هو أمير المؤمنين، وله في الأعناق بيعة شرعية، ويجب أن يقبل رأيه، وأنه هو الذي يحق له أن يبقي من يبقي من أمراء الأمصار، وأن يعزل من يعزل، في حين أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرى أنه أموي من عصبة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعثمان مات مقتولا، مات شهيدا باتفاق الناس، وأنه ولي دمه، وأنه لا سبيل إلى القبول بأي فرض يقوله علي حتى يسلم قتلة عثمان. أيا كان الأمر، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه نقول ديانة كان الحق مع علي، كان الحق مع علي، لكن الخطأ الذي وقع فيه معاوية إنما خطأ مما يقع فيه الملوك والأمراء وأهل السلطان عادة، ليس خطأ في معتقد، ولا خطأ في ديانة، ولا خطأ في سب علي لكونه صحابي أو شتمي أو ما إلى ذلك مما يفهم من كلام الشيخ. نزاع حول أمر، حول سلطان، حول أمور تحصل ما بين رجلين، ما بين أخوين، في زمنه صلى الله عليه وسلم اختصم الشيخان أبو بكر وعمر، وقال عليه الصلاة والسلام: هل أنتم لتارك لي صاحبي؟ ولم يقل صلى الله عليه وسلم: من منكم مع أبو بكر ومن منكم مع عمر؟ لأن هذه الأمور اختلاف الرأي يحصل، وقد وقع ما بين سعد بن عبادة وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم السقيفة، وكل من سعد وعمر وغيرهم من الصحابة على الرأس والعين.
فلا يجوز لأحد أن يقول للناس أنك إذا حشرك الله مع علي بمعنى أنك لن تحشر مع معاوية، أو حشرك الله مع معاوية بمعنى أنك لن تحشر مع علي. هذا فهم سقيم. كل من علي ومعاوية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحشرون جميعا، والمؤمنون الذين معهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فكل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرتكب كبائر أو ارتكب كبائر وتاب عنها وغفر الله له ممن يأتي بعدهم منذ الصحابة إلى قيام الساعة سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وسيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط، وداخل في عموم قوله عليه جل وعلا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وإن كان ينصرف إلى الصحابة رضي الله تعالى عليهم. ثم إن الشيخ وفقه الله وهداه يعلم أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في زمنه أميرا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أجل منا علما وأكثر منا شجاعة وأعلم منا بالسنة وبالقرآن من قبل، ومع ذلك قبلوا إمرته وحصل في عهده من الخير ما الله جل وعلا به عليم. كان أنس وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء يدينون لعلي لمعاوية رضي الله عنه بالطاعة، وفهمه أن الحرب أن محبة أحدهما يلزم منها معاداة الآخر قلت فهم سقيم، بدليل ثمة أصحاب كانوا مع علي، وثمة أصحاب رضي الله تعالى عليهم كانوا مع معاوية. فهذا الفهم يهدم أمورا مشيدة بالقرآن والسنة، لا يمكن قبول مثل هذا الفهم. هذا أهم ما يمكن استخلاصه من ما ذكره الشيخ أحمد الكبيسي. لكن لما قال قوله هذا، الإخوة في تلفزيون دبي أحسنوا صنعا عندما أوقفوا البرنامج، لأن هذا من باب التعزير، من باب التأديب، من باب إحقاق الحق، من باب عدم أن يخوض العامة فيما لا علم لهم به، من طرائق عدم التلبيس على الناس. وفقوا وأصابوا ومأجورون على هذا الصنيع. لكن أحيانا يقع من الناس ردود فعل تصل تنسي شيبة الرجل، تنسي ما له من جهود في تفسير القرآن، وتتجاوز الحد. وليس هذا مقبولا من أي أحد كان. وإذا قلتم فاعدلوا، وبيان الخطأ مهم، وحفظ دين الناس ضرورة شرعية، لكن كل شيء بقدر. ونأتي بمثل واضح، ومعاذ الله نتكلم عن هوى. مصطح وقع في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها جهلا سهوا وقع. مع ذلك قال الله لما منع أبو بكر العطية التي كان يعطيها مصطح، قال ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، ثم قال والمهاجرين، فسمى الله مصطحا مهاجرا رغم ما وقع فيه. ولهذا قال أهل العلم من المفسرين إنما ذكره مصطح ما تبوأه مصطح من الذنب يسقط النجم من أفقه، ومع ذلك أبقى الله عليه اسم المهاجرين. فنحن نقول إن الشيخ أحمد الكبيسي عفى الله عنا وعنه هدانا الله وإياه سواء السبيل أخطأ خطأ عظيما في حق أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك نقول إننا ديانة لا نتجاوز الأمر فيه إلى أن نسبه وأن ننتقص دينه، لكن نقول لو أنه كلم ونوصح وروجع لعله يقع منه يصدر منه بيان يتراجع فيه، لكن الحق أحق أن يتبع والعلم عند الله.